هنبدأ الحصة بتاعتنا بالصلاة زي ما احنا متعودين. بنقف في مكاننا، بنرش الصليب، بنصلي المحفوظات بتاعتنا. بسم الآب والابن واحد أمين. خنفران إمي بيوتنا مبشر إنم بمن الماء سواب إنوتو إنو ووت أمين. اللهم جعلنا مستحقين نقول لك بالشكر يا أبانا الذي في السماوات. يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم. واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. من 30 مزامير معلمنا داود النبي والملك، بركاته على جميعنا آمين. لكلماتي اصغي يا رب، تأمل صراخي، استمع لصوت دعائي يا ملكي وإلهي، لأني إليك أصلي. يا رب بالغداة تسمع صوتي، بالغداة وجه صلاتي نحوك وانتظر، لأنك أنت لست إلهاً يسر بالشر، لا يساكنك الشرير، لا يقف المفتخرون قدام عينيك، أبغضت كل فاعل الإثم. تهلك المتكلمين بالكذب، رجل الدماء والغش يكره الرب، أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد في هيكل القدسك بخوفك. يا رب اهدني إلى برك بسبب أعدائي، سهل قدامي طريقك، هللويا. من أمثال سليمان النبي، بركاته على جميعنا آمين. اسمعوا أيها البنون تأديب الرب، واصغوا لأجل معرفة الفهم، لأني أعطيكم تعليما صالحا، فلا تتركوا شريعتي. فإن كنت ابنا لأبي غدا ووحيدا عند أمي، وكان يريني ويقول لي كلامك قلبي، احفظ وصاياي فتحي، اقتني الحكمة اقتني الفهم، لا تنسى ولا تعرض عن كلمات فمي، والمجد لله دائما أبديا أمين. تعالوا مع بعض نحل تدريبات الكتاب بتاعة المدرسة على الوحدة الأولى، ودي موجودة في صفحة 10 وصفحة 11 في كتاب المدرسة. نكون محضرين قلم وورقة ونحل مع بعض. كان القديس بشوي أكبر إخواته وأقواهم جسميا، طبعا غلط، هو أصغر. ظهر السيد المسيح للقديس الأنبا بشوي وتلاميذه كطفل صغير، لأ كان رجل عجوز. ساعد الروبان السيد المسيح عندما ظهر كرجل عجوز وحملوه على أكتافهم، لأ مشوا إيه وسابوه، تركوه. وعد السيد المسيح بعدم فساد أو تحلل القديس الأنبا بشوي، صح. تعد كنيسة الأنبا بنيامين أكبر كنيسة في أديرة وادي النطرون، لا كنيسة الأنبا بشوي. نخلي بالنا من التصويب، احنا صلحناه واحنا بنجاوب. بما تفسر اختيار الله لبشوي رغم أنه أصغر إخوته وأضعفهم، لأن السيد المسيح لا ينظر للجسد إنما ينظر إيه للقلب. ظهور السيد المسيح له المجد للأنبا بشوي نظرا للقمع الروحية العالية إيه للقديس الأنبا بشوي واتضاعه ومحبته. ارتفع عدد تلاميذ القديس الأنبا بشوي للقمع الروحية العالية للأنبا بشوي وتواضعه، وليتعلموا من الأنبا بشوي فضائل الحياة الرهبانية ويتعلموا من تعليمه. لم ولن يرى جسد القديس الأنبا بشوي فسادا بعد نياحته بسبب وعد السيد المسيح له عندما حمله على إيه كتفه. لقب الأنبا بشوي باللقب الأنبا بشوي الأرامي، لأن الأنبا بشوي كان يحب قراءة سفر النبي أرميا، وكان يظهر له النبي أرميا ليفسر له أجزاء من السفر. دل العلم، كان القديس الأنبا بشوي حريص ألا يقطع الحديث مع الله أثناء النوم. كان يربط شعره بحبل مدلل من السقف بحيث إذا نام يشد الحبل شعره فيستيقظ ويكمل صلاة وسهر. كان القديس الأنبا بشوي ناسكا في اعتكافه، كان يصوم فترات طويلة، ابتدى أنه هو يأكل مرة واحدة في اليوم، بعدين مرة واحدة في الأسبوع، بعدين مرة كل 3 أسابيع. كان أكله فقط خبز وملح، خبز جاف وملح، تمام. الأنبا بشوي كان متواضعا، حمل السيد المسيح على كتفه، حمل الرجل العجوز على كتفه، ذهب ليرى السيد المسيح مثل باقي الرهبان رغم أن المسيح كان بيظهر له على طول. كمان شرب بالمية اللي غسل بيها أرجل السيد المسيح، تمام. كان بيهرب من مديح الناس، كل دي دليل على إيه؟ أن الأنبا بشوي كان متواضع. كان القديس الأنبا بشوي ناسكا في الصوم، احنا لسه قايلينها.
كمان انا نسيت هنا حته صغيره اقولها لكم برضو. كان الانبا بشوي ناس كان في اعتكافه، ونذكر برضو ان هو قعد 3 سنين في مغاره متوحد. تمام، نخلي بالنا من الحته دي برضو، عشان انا نسيت اقولها لكم. 3 سنين في مغاره معتكف لوحده. نمرة 4، الانبا بشوي ناس كان في صومه، فصام يأكل مرة واحدة بعد غروب الشمس في اليوم، ثم مرة واحدة في الأسبوع، وبعدين مرة كل 3 أسابيع، ويأكل خبز جاف وملح. أكمل العبارات الآتية: ترك القديس الأنبا بشوي العالم وتوجه إلى برية شهيهيت أو وادي النطرون. اعتكف الأنبا بشوي داخل مغارة لمدة 3 سنين. من سمات القديس الأنبا بشوي التواضع والصبر. أسس القديس الأنبا بشوي ديرا باسمه في قرية دير البرشة. تمام، ده في المنيا. استنتج أهم الدروس المستفادة من حياة القديس الأنبا بشوي ولخصها في الشكل من إبداعك. طبعا أهم الدروس المستفادة التواضع والصبر وحب العمل والصوم والصلاة والصدقة والعطف على المساكين. ممكن بقى تكتبوا في كل نقطة حاجة. هنحل أسئلة كتاب المدرسة على الدرس التاني بتاع القديس مركوريوس أبو سيفين وقديسة مارينا، صفحة 19 و20. فيلوباتير اسم يوناني معناه محب الآب. الملاك ظهر للقديس فيلوباتير وأعطاه سيف. يتم الاحتفال في يوم 4 ديسمبر بعيد استشهاد القديس فيلوباتير. فضلت القديسة مارينا العيش مع مربيتها المسيحية بعد وفاة والدها. ظهر الملاك ميخائيل للقديسة مارينا. ولدت القديسة مارينا في عهد الإمبراطور دقلديانوس. نحتفل بعيد استشهاد القديس في 23 من شهر مين أبو سيفين. تمام، يبقى القديسة مارينا في أبيب والأنبا بشوي برضو في أبيب، ماشي، إنما أبو سيفين فين؟ في هاتور. ظهر رئيس الملائكة جبرائيل للقديس فيلوباتير وأخبره بما أعده له الرب المجد. صح، نال القديس فيلوباتير إكليل الشهادة في 4 من ديسمبر. صح، خاف القديس فيلوباتير من الإمبراطور وأنكر إيمانه؟ لأ، أحرز القديس فيلوباتير نصرا عظيما على الجيش بعد ظهور الملاك الرب له. صح، ذهبت القديسة مارينا لبيت والدها وتركت بيت مربيتها؟ لأ، فضلت عايشة مع مربيتها المسيحية. قبلت القديسة مارينا الزواج من الوالي؟ لأ، رفضت طبعا. قامت القديسة مارينا بربط الشيطان بمجرد أن رشمت عليه الصليب؟ صح، بما تفسر. أمر الإمبراطور إلقاء القديس فيلوباتير في السجن لأنه أعلن إيمانه بالسيد المسيح. ظهور رئيس الملائكة للقديس فيلوباتير مركوريوس، ظهوره في المرة الأولى ليقويه ويعلن له أن السيد المسيح سيقف معه في حربه ضد البربر ويعطيه السيف من النار. وأما ظهوره أثناء العذابات فليقويه ويشفيه. أصدر الإمبراطور الأمر بالقبض على أسرة القديس فيلوباتير وطرحهم في السجن لعلمه أنهم أصبحوا مسيحيين. 4، ذهاب القديسة مارينا لتعيش في بيت المربية المسيحية نظرا لوفاة والدتها وانشغال والدها في مع الإمبراطور الوثني، فسلم أمور القديسة مارينا لمربية، والمربية دي كانت مسيحية وعلمتها السيد المسيح وتعاليم المسيحية. نمرة 5، ظهور الرئيس الملائكة للقديسة مارينا ليقويها ويشفيه جراحتها. 6، أرسال الوالي جنود لقبض على القديسة مارينا لأنها أعجبته فرغب في الزواج منها ولأنه عرف أنها مسيحية. السؤال الرابع، حدد أوجه التشابه بين حياة القديسة مارينا والقديس فيلوباتير. لما نيجي نعمل مثلا مقارنة هنلاقي إن الاتنين اتولدوا في عهد أباطرة رومان. الاتنين كانوا طبعا والدهم ووالدتهم كانوا
وثنيين. بعد كده قديسة مارينا وفلوباتير آمنوا بالسيد المسيح، الاثنين استشهدوا على اسم المسيح بعد عذابات، الاثنين ظهر لهم الملاك ميخائيل وشفاهم وقواهم. السؤال الخامس، ماذا تعلمت من قصة حياة كل من قديسة مارينا وقديس لوباتير؟ طبعا الثبات على الإيمان وعدم الخوف والإيمان القوي بالسيد المسيح، وإن كمان ربنا إيه ما بيتركش ولاده. تعالوا نعمل مراجعة عامة كده على الوحدة الأولى بشوية. كلمة قبطية تعني سامي أو عالي، ويلقب بكوكب البرية وإيه وحبيب مخلصنا الصالح. ترك القديس الأنبا بشوي العالم متوجه إلى برية وادي النطرون. اعتكف القديس الأنبا بشوي داخل مغارة لمدة 3 سنين. حمل القديس الأنبا بشوي المسيح، لذلك جسده لم يرى إيه فسادا كوعد الرب يسوع له. من سمات القديس الأنبا بشوي التواضع والصبر وإيه ومحبة الفقراء وإضافة الغرباء كمان. يوجد جسده كاملا الآن بدير الأنبا بشوي. يتم الاحتفال بعيد نياحته في 8 أبيب من كل عام. أسس القديس الأنبا بشوي دير باسمه في قرية دير برشا بالمنيا. السؤال اللي بعد كده، أكبر إخواته وأقواهم جسميا؟ لأ طبعا كان أضعفهم. في ظهر الأنبا بشوي وتلاميذه كطفل صغير؟ لأ كرجل عجوز. كان الأنبا بشوي يرق قلبه للفقراء والمساكين؟ صح. أسرع تلاميذ الأنبا بشوي الرهبان لمساعدة الرجل العجوز وحملوه على أكتافهم؟ لأ. وعد المسيح بعدم فساد جسد الأنبا بشوي؟ صح. لم يحترم القديس الأنبا بشوي العمل ولم يقدسه؟ غلط جدا، كان بيشتغل وبياكل من أكل إيده، من تعب إيده يعني، كان بيشتغل ويبيع وياكل. كان القديس الأنبا بشوي علاقة قوية بالكتاب المقدس خاصة سفر يشوع؟ لأ. سفر أرميا. يلقب الأنبا بشوي بيه، احنا نوصل بقى بإيه؟ الرجل الكامل. ظهر المسيح للقديس في أنصنة، عمل إيه بقى؟ غسل أرجل السيد المسيح في قليته. القديس الأنبا بشوي كان يبتعد عن إيه؟ مديح الناس طبعا والكرامة. الأنبا بشوي اتولد سنة 320 ومحافظة المنوفية. المسيح ظهر للقديس في برية وادي النطرون حيث حمله على إيه؟ على كتفه. تعالوا نشوف أسئلة تانية. اختار الله الأنبا بشوي رغم أنه أصغر إخوته وأضعفه مع أن الله ينظر إلى القلب. شرب الأنبا بشوي من المية المتبقية من إيه؟ غسيل قدمي السيد المسيح. تنيح القديس الأنبا بشوي في 8 أبيب، المقابل ليه إيه بقى؟ 15 يوليو سنة 417 تمام. بغسيل أرجل المسيح تعلم تلميذ الأنبا بشوي درسا فيه في إيه بقى؟ الطاعة ولا المحبة ولا الفقر الاختياري؟ طبعا الأنبا بشوي كان عايز يعلم تلميذه إيه؟ الطاعة. ما زال جسد القديس الأنبا بشوي في ديره فين بقى؟ في وادي النطرون تمام، لأنه اتنقل من أنصنة لوادي النطرون. مين اللي نقله؟ من الشاطر اللي فاكر من القصة بتاعتنا؟ الأنبا يوساب. خامس، بما تفسر لم ولن يرى جسد القديس الأنبا بشوي فسادا بعد نياحته؟ لأن السيد المسيح أعطاه وعد أن جسده لن يرى فسادا. لقب الأنبا بشوي بالأنبا بشوي الأرامي لأن الأنبا بشوي يحب قراءة سفر أرميا النبي، وكان أرميا النبي يظهر له ويفسر له بعض الآيات في السفر. ارتفاع أعداد تلاميذ القديس الأنبا بشوي لأنه كان ذا قامة روحية عالية ومتضع جدا، وكان التلاميذ يتجمعون حوله ليتعلموا من تعاليمه. ظهور المسيح للقديس الأنبا بشوي لقامته الروحية العالية واتضاعه. مين اللي قال العبارة دي؟ كما إنك حملت جسدي فإن جسدك لن يرى فسادا، طبعا المسيح قالها لمين؟ الأنبا بشوي. لا أتذكر إنني أكلت طعاما لا أعمله بيدي، الأنبا بشوي قالها لمين؟ لتلاميذه. ما ينفعش إيه
ناكل إلا من تعب إيه؟ إيدينا. لا أستحق يا سيدي أن أحملك، فكيف أحملك وأنت الذي تحمل كل المسكونة؟ دي قالها الأنبا بشوي لمين؟ للسيد المسيح. تعالوا نشوف السؤال السادس، إيه النتائج المترتبة على؟ حمل الأنبا بشوي للسيد المسيح، طبعا جسده إيه؟ لم يرى فسادا. لماذا كان القديس الأنبا بشوي حريص أنه يبتعد عن كرامة الناس؟ لأنه الأنبا بشوي قال أنه هو لو أخذ كرامة الناس وهو على الأرض يبقى مش هياخد الكرامة في السماء، ففضل أنه هو ما ياخدش أي كرامة على الأرض عشان ربنا يكافئه فين؟ في السماء. تمام؟ دلل على، كان القديس الأنبا بشوي حريصا ألا يقطع حديثه مع الله أثناء حتى أثناء النوم، فكان بيربط إيه دلل عليه إزاي بأنه كان بيربط شعره في إيه في حبل مدلل من السقف، بحيث إن هو إذا نام أو غلب النعاس يستيقظ فيكمل إيه صلاة. كان القديس الأنبا بشوي متواضع، كان بيهرب من مديح إيه الناس. تمام. كان القديس الأنبا بشوي ناسكا معتكفا. طبعا القديس الأنبا بشوي قعد في مغارة معتكف لمدة 3 سنين لم يرى وجه إيه إنسان. القديس الأنبا بشوي ناسكا في صومه، وقلنا إنه ابتدأ بالصوم يأكل مرة واحدة بعد غروب الشمس، بعدين يتدرج في الصوم الانقطاعي لحد ما وصل يأكل مرة كل أسبوع، وبعدين مرة كل 3 أسابيع، وياكل خبز جاف وملح. تعالوا نكمل حل الأسئلة. ولد القديس فيلبطير من أبوين وثنيين، وكان والد القديس إيه بقى؟ جنديا رومانيا شجاعا. لقب القديس بأبو سيفين، لأن له سيف الخاص والآخر سلمه له الملاك ميخائيل. انتصرت القديسة مارينا من الله على الشيطان في السجن بإيه؟ برشم الصليب أو بعلامة الصليب. كما انشقت الأرض وصارت إيه هاوية. طلبت القديسة مارينا من الله أن يجعل من الماء المغلي بمثابة ماء معمودية، وخرجت وهي تمجد الله وتسبح الله. ظهرت ملاك ميخائيل لكل من القديس فيلوباتير والقديسة مارينا وشفى جراحاتهم. نحتفل بعيد استشهاد القديس فيلوباتير في 25 من شهر هاتور. قطعت رأس القديسة مارينا ونالت إكليل الشهادة في 23 من شهر أبيب. السؤال اللي وراه، ظهر رئيس الملائكة جبرائيل للقديس فيلوباتير وأخبره بما أعد له رب المجد، صح؟ نال القديس فيلوباتير إكليل الشهادة في 4 من ديسمبر، صح؟ أحرز القديس فيلوباتير نصر عظيم على جيش البربر بعد ظهور الملاك له، صح؟ القديسة مارينا ذهبت إلى بيت والدها ودركت بيت المربية، غلط، فضلت معاها. قبلت القديسة مارينا الزواج من الوالي الروماني، برضو إيه؟ غلط، رفضت طبعا. قامت القديسة مارينا بربط الشيطان حينما رشمت علامة الصليب عليه. تشابه كل من الفيلوباتير والقديسة مارينا في نشأتهم من إيه؟ من أبوين وثنيين. فضلت القديسة مارينا البقاء في إيه؟ بيت مربيتها. قال القديس فيلوباتير الإمبراطور، لن أنكر الرب إلهي يسوع المسيح. نشأت القديسة مارينا بمدينة أنطاكيا، وطبعا احنا عارفين فيلوباتير فين؟ في روما. فيلوباتير اسم يوناني معناه محب الآب. فظهر ملاك الرب للقديس فيلوباتير وأعطاه سيف. يتم الاحتفال في يوم 4 ديسمبر بعيد استشهاد فيلوباتير. فضلت القديسة مارينا العيش مع مربيتها المسيحية. ظهر رئيس الملائكة ميخائيل للقديسة مارينا. ولدت القديسة مارينا في عهد الإمبراطور تقلديانوس أب فيلوباتير في عهد داكيوس.
نحتفل بعيد استشهاد مارينا في 23 من شهر أبيب بما تفسر. أمر الإمبراطور بإلقاء قديس لوباتيل في السجن لإعلانه أنه مسيحي. ظهور رئيس الملائكة ميخائيل، وطبعا اللي رفضه أن هو يعبد الأوثان. ظهور الملاك ميخائيل للقديس لوباتيل ليقويه ويعلن له انتصاره على جيش البربر بقوة السيد المسيح. وبعد كده طبعا ظهر له مرة تانية عشان يشفي جراحاته. أصدر الإمبراطور أمر بالقبض على أسرة القديس لوباتيل لإيمانهم بالسيد المسيح. إرسال الوالي جنود للقبض على القديسة مارينا لمعرفته إنها مسيحية ولرغبته في الزواج بها. من قال هذه العبارة؟ لا تخف ولا يضعف قلبك، تقوى وتشجع ولا تنسى الرب إلهك متى غلبت. اللي قالها طبعا الملاك ميخائيل للقديس لوباتيل. ثواني. لن أتزعزع عن إيماني بالرب يسوع، دي قالتها القديسة للوالي. كف عني يا شرير، برضو قالتها القديسة مارينا للشيطان. السؤال السابع، ماذا تعلمت من حياة القديس ماركوريوس أبو السفين والقديسة مارينا؟ اتعلمنا منهم طبعا الإيمان القوي والثبات على الإيمان رغم الضيقات والصعاب. ما هي أوجه، وطبعا الشجاعة، ما أوجه التشابه بين حياة القديسة مارينا والقديسة أبو السفين؟ هنلاقي إن هما الاتنين اتولدوا من أبوين وثنيين، الاتنين استشهدوا على اسم المسيح، الاتنين وقفوا بشجاعة قدام الولاة، الاتنين اضطهدوا وتعذبوا، وفي الآخر نالوا وكيل الشهادة. تمام. السؤال التاسع، ماذا تفعل إذا طلب منك أحد أن تنكر إيمانك؟ طبعا نرفض. نفتكر الآية اللي قالها السيد المسيح، من ينكرني أمام الناس أنكره أمام أبي الذي في السماوات. ده كان مراجعة سريعة على الوحدة الأولى. بالتوفيق.